إلى كل الوطن، النموذج الثاني، فرع علوم الحياة، اكزرسيس ا. هذا السؤال بيتألف من كاتر بارتي، كيستيون اشوا ملتيبل، شوازير لا بون ريبونس. بارتي 1، ليكواسيون ln 1 بلس راديكال x بلس ln 1 موان راديكال x ايغال 1 n'admet pas des racines, admet une seule racine, admet deux racines. كيف بدنا نحل هيدي الايكواسيون؟ فينا بداية نحدد الكونديسيون ديكزيستانس. شو هن الكونديسيون ديكزيستانس؟ عنا راديكال x هانو هان، ال x لازم يكون بلو جران او ايغال زيرو. عنا داخل الالان 1 بلس راديكال x لازم يكون اكبر ستريكتمون من زيرو، وعنا 1 موان راديكال x داخل الالان ايضا لازم يكون ستريكتمون بوزيتيف. فينا نغض النظر بداية عن هودي الكونديسيون، نعمل ريزوليسيون لهيدي الايكواسيون، وبالاخير الفالور للاكس بنشوفو اذا كان اكسبتابل او اذا كان ا ريجيتي. هلا بنشوف كيف. عنا ln a بلس ln b ايغال 1، ln a بلس ln b هي ln ل a b، وبالتالي صار في عندي هون ln دو a 1 راديكال x بارونتيز 1 موان راديكال دو x ايغال 1. بالنظر الى داخل الالان مثل ما شايفين a بلس b فوا a موان b اللي هي a2 موان b2، وبالتالي الان a2 يعني 1 او كاري موان راديكال x او كاري يعني x ايغال a اللي هي الان للاو، وبالتالي الان للa موان x ايغال الان E ln A égal ln B يعني A égal B يعني A moins X égal E وبالتالي X égal A moins E. A moins E A moins E هو A moins 2.7 strictement négatif، وبالتالي هيدا الفالور للX اللي هو A moins E A rejeté. البعض بيقول inacceptable لأنه هيدا الفالور للX نيجاتيف، ونحن احد الشروط لتكون هيدي الايكواسيون بيان ديفيني انه يكون الاكس بلو جران او ايغال ا زيرو. بمعنى اخر في عنا ا موان او، عنا راديكال للاكس، الراديكال للا موان او نيكزيست با لانه تحت الراديكال عنا ريال ستريكتمون نيجاتيف. دونك لا ريبونس كوريكت اي ا. Partie 2, intégrale de moins 1 à 1 de x plus valeur absolue de x sur x2 plus 1 dx égale 0 ln 2 de ln 2. بالنسبة لهيدا الانتيغرال مثل ما شايفين في عنا valeur absolue. لنتحرر من هيدا الفالور ابسولو بدنا نعرف السينية للإكس إذا كان بوزيتيف ولا نيجاتيف، وبالتالي الفكرة هون إنه نستعمل الريلاسيون دو تشارل، نجزئ هيدا الانتجرال من موان 1 للزيرو لإكس بلس فالور ابسولو للإكس سير إكس 2 بلس 1 دي إكس بلس انتجرال من الزيرو للـ 1 x plus valeur absolue de x sur x2 plus 1 dx. الانتجرال هيدا مثل ما شايفينه x بيتحرك من موان 1 للزيرو، وبالتالي x الموجود هون نيجاتيف، وبالتالي valeur absolue de x بهالحالة هون بيساوي موان x، وهون x بيتحرك من الزيرو للـ 1، وبالتالي هون الx بوزيتيف، وبالتالي الفالور ابسولي للx بهالحالة هون بيساوي x. اذا هيدا الانتجرال صار عندنا انتجرال من موان 1 لزيرو للx موان x سير x2 بلس 1 dx بلس انتجرال من الزيرو لل1 لx بلس x سير x2 بلس 1 dx. هيدي 0
وبالتالي الانتجرال من المعادلة 0 للزيرو دي اكس ايجال 0. بالنسبة لهيدي فإذا هون صار فينا نقول هو 0 بلس انتجرال من الزيرو للان اكس بلس اكس دو اكس سور اكس دو بلس ان دي اكس. نحن نعرف انه انتجرال لأو بريم سور أو دي اكس ايجال الان فالور ابسولي للأو بلس سي. بالنظر لهيدا الانتجرال هيدي هون عم تلعب دور الأو، يعني الأو ايجال اكس دو بلس ان، وبالتالي الأو بريم لإلها بتساوي دو اكس، يعني هيدي تماما أو بريم سور أو، وبالتالي صار هيدا الانتجرال بيساوي الان فالور ابسولي للاكس 2 بلس 1، فينا نكتبها ببارونتيز اكس 2 بلس 1 لانه الاكس 2 بلس 1 ستريكتمون بوزيتيف. وهون بهالحاله هيدي اكس يتحرك من الزيرو للان ايجال، حنعوض محل الاكس 1 بعدين محل الاكس 0 ايجال الان 1 او كاري بلس 1، يعني 1 بلس 1 موان الان لا 0 او كاري، يعني 0 بلس 1 égal ln 2 moins ln la 1 ln de 1 égale 0, يعني الجواب هو ln 2. Donc la réponse correcte est B. Partie 3, soit f la fonction définie sur l'intervalle ouvert 1 plus infini par fx égale x ln de x moins 1. L'image de l'intervalle 2 plus infini par f est moins infini plus infini, 0 plus infini, 1 plus infini. Faisan matloub f la l'intervalle 2 plus infini. الخطوة الأولى هون هنطلع الفونكسيون ديريفي اف بريم. لا فونكسيون اف اي ديريفابل سور سون دومين ان بلس انفيني. اف اكس ايغال او فوا في، هيدي الاو هيدي الاو بريم هيدي الفي هيدي الفي بريم، وبالتالي اف بريم دو اكس ايغال او بريم في بلس في بريم او égal U' V يعني ln de x moins 1 plus V'U يعني x sur x moins 1. الخطوة الثانية بدنا نعرف على هيدا الانترفال اللي هو 2 plus infini l'essence de variation لهيدي الفونكسيون، هل هي strictement croissante، هل هي strictement décroissante. فإذا الاف للانترفال 2 بلس انفيني هالشي بيعني انه الاكس موجود بالانترفال 2 بلس انفيني. على هيدا الانترفال الاكس هو ستريكتمون بوزيتيف، اكس ستريكتمون بوزيتيف، دينوميناتور اكس موان 1 كمان ستريكتمون بوزيتيف، اصلا الاكس موان 1 هو موجود داخل الالان 2 اكس، وبالتالي x موان 1 strictement positif. donc le quotient اللي هو x sur x موان 1 est strictement positif. et طبعا هون عم نقول ال x بهيدا الانترفال يعني x plus grand ou égal 2، اذا نضيف موان 1 للطرفين يعني x موان 1 plus grand ou égal 2 موان 1 يعني 1، وبالتالي بما أن الفونكسيون ln هي كرواسونت ln دو x موان 1 بلو غران و ايغال ln دو 1، وبالتالي ln للx موان 1 بلو غران و ايغال 0، وبالتالي ln الموجود هون بلو غران و ايغال 0، هيدا الموجود هون أكبر ستريكتمون من 0، وبالتالي الاف بريم x هتكون أكبر ستريكتمون من 0. Donc f prime de x akbar strictement min 0. Donc f est strictement croissante sur l'intervalle 2 plus infini. Sur l'intervalle 2 plus infini, f est continue et strictement croissante.
Donc, f de l'intervalle de plus infini, btc, oui. F, la 2, la limite de fx lorsque x tend vers plus infini, égale f, la 2, y est 2 à l'an 1, yani 0. Limite de fx lorsque x tend vers plus infini. On a x رايح باتجاه le plus infini. L'an x moins 1 كمان رايح باتجاه le plus infini. وبالتالي le produit هيروح باتجاه le plus infini. وبالتالي limite هو plus infini. Donc la réponse correcte est B. Partie 4. Dans cette figure, le nombre de triangles qu'on peut former par les points A, B, C, D, E, F, G et H est 18, 30, 42. Première méthode, نعرف عدد التريونجل اللي بيتشكلوا معنا من هول البوان. مثلا هناخد تريونجل جي سي بي، هيدا مثلا تريونجل. إذا بنعد البوان في عندي 1 2 3 4 5 6 7 8. أنا بقول إنه أي 3 بوان هيشكلوا عندي تريونجل، وبالتالي شوا 3 بوان بارمي 8 بوان، لأنه أنا عم بقول إنه أي 3 بوان عم بختاره هون هيشكلوا لي تريونجل. وبالتالي هختار 3 بوان بارمي توتال اللي هن 8 بوان. بعدين إذا بندقق أكتر بهيدا الحكي بيطلع معنا إنه هيدا الحكي هو خطأ، مش أي 3 بوان هون هيشكلوا لي تريونجل، أو كل 3 بوان هيشكلوا لي تريونجل باستثناء إذا أخذنا 3 بوان اللينيي، يعني إذا أخذت 3 بوان نان A, B, C, D, E, E. فإذا موان هنستثني الحالات اللي 3 بوان ما بشكلوا تريونجل، اللي هن شوا 3 بارمي 5، يعني إذا أخذت 3 بوان من A, B, C, D أو الـ E بهالحالة هون ما بيطلع عنا تريونجل. أيضا إذا أخذنا 3 بوان بارمي E, F, جي اش بهالحالة هيدي ما بيطلع عنا تريونجل، وبالتالي هنستثني هودي الحالات، يعني بلوس شوا تروا بارمي او اف جي اش، يعني بارمي 4. الجواب مثل ما شايفين بيساوي 42 ايجال 42. دونك لا ريبونس كوريكت اي سي. اي تريونجل على الفيجور هياخد احتمال من اصل 3 احتمالات. الاحتمال الاول انه تكون الـ E احد السمي لهيدا التريونجل، و الـ F جي اش هو تاني سمي، و A B C او الـ D هي تالت سمي. فاذا هنختار الـ E، يعني شوا A بارمي A، فوا هنختار بوان بارمي A B C D، يعني 1 بارمي 4. هنختار بوان بارمي F G H، يعني فوا شوا 1 بارمي 3. يعني مثلا هناخد تريونجل E G B، مثلا هيدا تريونجل E G B هو تريونجل بيتألف من 3 سمي E، بوان بارمي اف جي اش، بوان بارمي دي سي بي او ا. بلس الاحتمال الثاني للتريونجل انه ياخد سمي من اف جي او اش، وياخد دو سمي من ال ا بي سي او الدي. فاذا هناخد من هاودي من هون اثنين، هناخد من هون سمي واحد، بوان وحدة. مثلا تريونجل جي سي بي، مثلا هيدا تريونجل المقصود انه بوان من اف جي اش، دو بوان من دي سي بي ا. هنختار بوان من فوق، فاذا شوا ان بارمي تروا، و
2 points من تحت من A, B, C, D يعني 2 parmi 4 plus. كمان في عنا بعض احتمال انه ناخد نقطتين من هودي الهوم من F, G, H ونقطة واحدة من A, B, C, D, E يعني مثلا هيدا تريونجل اللي هو تريونجل G, H, A. جي اش ا كيف تشكل هيدا التريونجل؟ اخذنا 2 بوان من هون واخذنا بوان وحده من هون يعني بلس حنختار 2 بوان من فوق يعني شوا 2 بارمي 3 فوا هناخد بوان وحده من تحت يعني شوا 1 بارمي 4 ال 1 فوا 4 فوا 3 12 بلس 3 fois 6, 18, plus 3 fois 4, 12, égale 42. وهيك بنكون حلينا هيدا البارتي par deux méthodes.